استاذ نروح النهارده عشان بس نبقى امان في اللحيه وورع الميدان. كنت حضرتك صرحت قبل كده ان كان في وعد بخروج السياسيين ولم يتم الافراج عنهم الى الان، ايه الموضوع؟ هو الوعد بالافراج عن السياسيين اعتقد ان هو يعني في سبيله للتنفيذ، الان بيتم حصر بعض الاسماء، احنا عايزين كل الاسماء. يعني دلوقتي انا علمت ان في حصر بعض الاسماء من المحكوم عليهم عشان يخرجوا. لكن احنا لا قدمت العسكري، اتكلم عليه اتكلم عليه. يعني احنا مثلا قدمنا 42 اسم. اعتقد ان هم في خلال الفتره القادمه الايام اللي جايه ديت هيخرجوا مجموعه. احنا ضد هذا، احنا نطالب بفراج عنهم جميعا. واخد بالك، احنا نطالب بفراج عنهم جميعا، واحنا بنقول ان ده حقهم مش منا، ان هم اتظلموا في القبض، ظلموا في التلفيق، ظلموا في محاكمات غير عادله بالمره، وظلموا في احكام ظالمه 100%. فده من حقهم، وكل ثوره تاتي لابد انها تمحو وتزيل كل اثار النظام السابق من فساد واستبداد وظلم. ودول اولى الناس، اقل واحد فيهم عدى 10 سنين في السجن و15 سنه في السجن. في رسائل كتير بتجيلي منهم وهم حسوا بيأس شديد، والشعب المصري نسيه وخاصة الإسلاميين وعلى رأسهم نقط. ده حقهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكوا العاني. وتفريش كرب الأسير ده مسألة من مسائل أولويات، المطلوب من كل مسلم أن يبذل على قدر استطاعته في أن هو يفرش كرب الأسير. يعني كلنا يعلم أن التاريخ سطر مواقع حصلت وغزوات حصلت بسبب أسر شخص مسلم في بلد او كده، فمساله ليها من اولويه عند الاهتمام كمسلم، مساله مهمه. لكن انا ما بعذرش بعض اخواننا او الرموز او المشايخ في عدم الاهتمام بهذه المساله، ما بعذرهمش. كل على قدر استطاع الله، يقول فاتقوا الله ما استطعتم. على قدر استطاع رب الكلمه يعني. كان في مؤتمر حضرتك عملته ونظمته في نقابه المحامين اللي هو المضطهدين قبل وبعد الثوره، هل المؤتمر ده حقق بعض النجاحات او حتى وعود؟ حقق. حقق بعض الوعود، وان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي ده يعني من بكره ان شاء الله يعني هنفصل في مساله الافراج عنهم بكل جديه يعني. وجميعهم مش بدون استثناء حد يعني. نعمل ذلك ان شاء الله باذن الله. يمكن من اهم الاشياء اللي حضرتك ذكرتها في الفتره اللي فاتت الهجمه الشديده وتوحد كل القوى الليبراليه واليساريه والاشتراكيه ضد الاسلاميين، وطالبت بتوحيد جهود الاسلاميين، هل في خطوات عمليه لتوحيد جهود الاسلاميين في الفتره الحاليه؟ والله بعد دعوتك خلينا نتكلم بكل وضوح، هي ما فيش استراتيجيه توحيد. هي لكن